برا من قطاع غزة من خان يونس. أنا من ثمانية أسير مصري متكفلة فيه بمصروفه باحتياجاته، بطمن أهله بطمنه وببعث له كنتيلة. وأنا من ثمانية طوال هنا من 2007 محكوم ومسك في قضية جهاد عشان غزة وعشان شعبه. اسمه فريح سيمان عبد الله بريكات، حامل هوية 1200 بطاقة تبعته، وهو أخوي في عهد الله. وأنا مش رح أنسى، أنا زوجة أسير رائف الفرة من خان يونس قطاع غزة، محكوم مدى الحياة، هالوقت قضى 8 سنوات داخل سجون الاحتلال. هو تعرف على الأخ المصري هذا ملوش حدا، فحكى لي زوجي يا ريت تتبنيه معايا يعني نقسم أكل وعيش مع بعض، نقسم الجسم جسمين بدل ما إلك يصير إلك أخ وزوج. وأنا مش راح أنسى ولا هو مش راح أقصر فيه. أنا أم البطل علي الصرافين، معتقل سجن نفسه ولاد 2 شهر، ربنا يقويه ويكون معاه، ربنا من عنده يقوي عزمته عشان يطلبوا مطالبهم ان شاء الله. 11 سنة احنا نطلب من كل الدول العربية والأجنبية توقف مع الأسرى. هدول هو رمز فلسطين، رمز الحرية فلسطين، العين اللي بنشوف فيها الأسرى، لأنه أنا ابني وحيد، 2 شهداء واحد أسير. مطالبنا ومطالب أولادنا زيارتهم، حسب مطالبهم بأنهم يعني زيارة أهم شيء، أول مطلب لنا إلا نزور أولادنا أكثر من 6 سنين إحنا ما شفناهم. ضامن مع الأسرة، فهذا ابني انه كان مريض ورحت اعالجه وانا جاي اخذوه، قعدت 3 شهور في القدس وانا راجع اخذوه ابني، واليوم ابني له سنة، فاحنا بندور لا زرناه ولا بنعرف اي حاجة عنه، كل يوم يدخلون المحكمة، فاحنا بنطالب من جميع العالم والدول العربية، الدول العربية تشيل السفارات تاعت اسرائيل من عندهم، تشيلوا السفارات حتى يأذوا لنا اي طلب، احنا شريط الدنيا كلها انقلبت، العالم العربي والاجنبي والكل بدوروا على شريط على نفر واحد. فاحنا اليوم في 7000 اسير فلسطيني ما بنعرف وين مصيرهم، ما بنعرف شو طيبينهم وين يصير. انا الاسير المحرر السيد محمد الباشي، جئنا اليوم او لنا مضربين عن الطعام تضامنا مع اسرانا الابطال في داخل السجون الاسرائيليه اليوم السادس على التوالي، ونقول لهم نحن لن نفك هذا الاضراب حتى ينالوا جميع مطالبهم في داخل السجون الاسرائيلي. هذا جانب. الجانب الاخر، طالبت كل الشعوب العربية وكل مساحات التحرير أن يكون هناك وقف التضامن مع أسرانا الأبطال في داخل السجون الإسرائيلي. أمل ربي يرفيكم يا مصر، يا ربنا يا أهلنا وحبايبنا، أملنا فيكم بأحرار العالم أنهم يوقفوا مع أولادنا الأسرى ويساندوهم في هذا المحنة، لأنه هم بيموتوا مرة في أعمالهم ولا من ولاده ولا حد، كل ثاني ما فيش حد يعني. قضية الفرد قضية كبرى، قضية الأسرى.